اهلا بيكم حبايبي طلبات الصف الخامس الابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع بعضنا يا اولاد ليسون 4 في كونسيبت 1 3. العنوان يا اولاد بيتكلم عن حاجه اسمها هابيتات ريستوريشن، يعني اعاده بناء الموطن. يعني لما الموطن او الايكو سيستم يحصل له اي دامج ممكن نعيده، يعني ممكن نقلل اي ضرر حصل له ونعيد بناء الموطن من جديد. ازاي؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. هنا بيقول you have known that environmental change، انت عرفت قبل كده يعني ان التغيرات البيئيه and the human activities وانشطه الانسان may negatively impact ecosystems، يعني ممكن تاثر بشكل سلبي على مين؟ على الانظمه البيئيه. but there are ways through which we can restore، يعني هناك طرق معينه بعد ما في عوامل بتغير بتأثر في الإيكو سيستم، في حاجات تانية طرق معينة من خلالها we can restore the habitat، نعيد الموطن من جديد leading to a healthy and balanced ecosystem، يعني ممكن بطرق معينة نعيد الموطن من جديد ليصبح موطن صحي ونظام بيئي متوازن. restoration projects، المشاريع بتاع إعادة التأهيل أو إعادة البناء من جديد allow scientists to find out better solution، يعني المشاريع اللي هما بيحطوها، الخطط المعينة اللي بيحطوها بتساعد أو بتسمح للعلماء إنها تجد أفضل الحلول، better solutions يعني أفضل الحلول for reducing the negative impact، أفضل الحلول لتقليل التأثيرات السلبية of human activities، أنشطة الإنسان. human activities can cause big change to the environment. أنشطة الإنسان زي ما احنا عارفين ممكن تسبب تغيرات كبيرة في البيئة، زي مثلا إيه؟ when many plants are removed، لو احنا مثلا عندنا أشجار مزروعة على ضفاف النيل وشلنا هذه الأشجار. river bank، ضفاف النيل الرود هتتآكل، الأجزاء دي هتتآكل. so floods، عشان كده لو في فيضانات may reach further area، ممكن تصل الفيضانات إلى أماكن بعيدة. فاهمين يا أولاد؟ طيب once harm occur، يعني يا أولاد once harm occur، بمجرد في أذى معين يحصل أو ضرر يحصل للبيئة، scientist والإنجينير والسيتيزنز، اوكي، مواطنين كلهم دول work on habitat restoration، كل الناس بتشترك مع بعض عشان تعمل إعادة بناء الموطن من جديد مجرد ما يحصل أي أذى للبيئة اللي احنا عايشين ايه فيها. عشان كده يقول لك ايه بقى habitat restoration، إعادة الموطن من جديد معناها ايه؟ it is a process of returning habitat back to its natural state، عملية returning إعادة الهابيتات الموطن مرة أخرى to its natural state، إلى حالته الطبيعية before harm was done، قبل ما إيه؟ قبل ما يتأذي. يعني الإيكو سيستم أوكي أو الهابيتات أوكي اتأذى بسبب فيضانات، بسبب جفاف، بسبب أي حاجة، إعادته مرة أخرى إلى ما كان عليه قبل الأذى، ده بيسموه إيه؟ habitat restoration. It is a process of returning habitat back. returning back يعني رجوع الهابيتات، رجوع الموطن مرة أخرى إلى natural state، حالته الطبيعية before harm was done، قبل ما الأذى إيه يحصل. طيب the importance of habitat restoration project، هل يعني لما نعمل مشروع لإعادة بناء الموطن من جديد ده حاجة حلوة ولا وحشة؟ حاجة حلوة طبعا. بورس يعني إيه؟ أهمية، يعني كده كأننا بنستعيد الكائنات من جديد، بنفيد الكائنات الحية، بنساعدها إن هي تعيش، بنساعد إن الفود ويب بتفضل شغالة. فاهمين يا أولاد؟ يبقى هابيتات ريستوريشن بروجكت تراي تو ريبير أول بارتس، ده بيحاول إصلاح كل الأجزاء بتاع الهابيتات. وير ذي هيلب، حيث they help prevent species from extinction، إعادة بناء الموطن ده بيساعد إن إحنا بنمنع الأنواع من الانقراض،
by restoring the habitat عن طريق إعادة الموطن من جديد including وهذا يشمل resources مصادر الطعام والماء والشلتر. معنى لما بنعيد الموطن من جديد بنوفر له طعام بنوفر له مية مأوى كويس فده بيساعد to the way it was before its damage. كل ده بيحصل ها كأننا بنعيده من جديد وكأننا أصبح موطن جديد وعدناه قبل ما إيه يعني وصلناه للحالة اللي كان فيها قبل ما يتدمر. فاهمين يا أولاد؟ أوكي هنا بقى ضرب مثال rebuilding coral reefs إعادة بناء الشعب المرجانية. One example of restoring habitat is coral reef rehabilitation project مشروع إعادة تأهيل الشعب المرجانية. بيقول لك ذات هابن اللي حصل فين في الأريبيان جولف. يعني ايه أريبيان جولف؟ ده مشروع حصل في حاجة اسمها الخليج العربي. هو الخليج العربي ده مسطح مائي عامل زي البحر مساحته أقل شوية من البحر ها ومسطح مائي كبير بس أقل من البحر وسموه الخليج العربي عشان كتير من الدول العربية بتطل عليه زي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات كلها دي أولاد الست دول عربية حوالين الأريبيان جولف. في الخليج العربي ده في البحر ده في المسطح المائي الكبير ده اللي هو مساحته أقل من البحر شوية فسموه خليج. أوكي scientists collect small part العلماء جمعوا أجزاء صغيرة من different coral species من أنواع مختلفة من المرجان and then move them to nursery. يعني يا أولاد nursery؟ nursery يعني المشتل. nursery يعني يا أولاد يعني المشتل. يعني جابوا بعض حيوانات المرجان اللي كان عندها مشاكل في بعض الشعب المرجانية وجابوها وضعوها في منطقة في البحر سموها nursery عشان تبدأ تنمو من جديد ترسب املاء عليها من جديد تكون شعب من جديد ويبدا يعيدوها مره ايه اخرى. يبقى دي اسمها ايه نيرسري. يعني ايه نيرسري؟ هنشوف دلوقتي مع بعض التعريف صفحه 121. نشوف مع بعض نيرسري. النيرسري اللي هو المشتل ده is an area منطقه in the sea or ocean منطقه في البحر او المحيط where scientists take care of small species of coral. يعني ايه بقى؟ حيث العلماء بيهتموا بانواع معينه من الكورال until they grow لحد ما تنمو and can be moved back ثم ممكن يرجعوها to the reefs where they were dying. ممكن يرجعوها مره اخرى الى الشعب اللي كانت فيها اللي كانت قربت ايه؟ قربت تموت فيها. فاهمين يا ولاد؟ دي بيسموها ايه؟ nursery. يعني ايه nursery؟ مشتل منطقة معينة area in the sea or ocean where scientists فيها العلماء take care بيهتموا بsmall species of coral انواع معينة صغيرة من الكورال المرجان until they grow up لحد ما تنمو وبعدين and they can be moved ثم بيرجعوا مرة اخرى to the ايه to the reefs. The healthy coral can continue growing المرجان الهيلس ده ممكن يستمر في النمو and reproducing بيتكاثر. طبعا بيتكاثر بطرق معينة بس مش عليكم يا أولاد بس هو ليه طرق معينة للتكاثر to make new coral reefs عشان يعمل مرة أخرى شعب مرجانية ايه جديد. آخر جزئية في الدرس ده يقول لك protecting coral reefs from plastic pollution. طبعا مهم جدا ان احنا نحمي الكورال ريفز من تلوث البلاستيك والكلام ده خدنا فكرة عنه قبل كده. هنا ضرب مثال بيقول لك في مصر in Egypt coastal communities المناطق الساحلية near the coral reefs القريبة من الشعب المرجانية use new way of life استخدموا طريقة جديدة للحياة سموها zero plastic. المناطق اللي بتطلع على البحار في مصر عامل مشروع جميل جدا اسمه زيرو بلاستيك. يعني ايه؟
يعني عايزين يا جماعة ما نرميش ولا جزء بلاستيك في البحر، يعني استخدامنا لمنتجات البلاستيك هيبقى 0%. Where people in these communities، حيث الناس في هذه المدن والمجتمعات ديجريز، قللوا using one use plastic products، قللوا استخدام منتجات اللي بتستخدم المنتجات البلاستيك اللي بتستخدم one use زي الحاجة الساعة مثلا. فاهمين يا ولاد؟ يبقى الناس في الكوميونيتيز في المجتمعات دي ديجريز قللوا using استخدام one use plastic products، يعني منتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، بدأوا يقللوها جدا جدا. قالوا يا جماعة نقللها خالص خالص، لدرجة ان احنا عايزين نوصل لدرجة حاجة اسمها زيرو بلاستيك. ليه؟ حماية للبحار، ليه بعض الكائنات زي المرجان والاسماك، حماية للشعب ايه المرجانية. سؤال، what happened if، ماذا يحدث عندما habitat is not restored؟ الله، ما عملناش اعادة لبناء الموطن، الكائنات ممكن تموت وتنقرض. Many species in this habitat may be lost، العديد من الانواع ممكن تفقد، ممكن يحصل لها extinction because they can't get their need to survive، مش هيقدروا يحصلوا على الحاجات اللي هم عايزينها عشان يقدروا يعيشوا. يبقى لو ما لو في عندنا ايكو سيستم بدا يبوظ، عندنا مثلا هابتت فيه مشاكل، ها لو ما قدرناش نصلحه ونعمل له ريستوريشن من جديد، مين سبيشيز، العديد من الانواع ان ذس هابتت مي بي لوست اند ميني اورجانيزمز مي بي اكستينكت، ممكن تنقرض. فاهمين ولا اخر حاجه ترو اور فولس، واقول لكم باي باي. هيومن اكتيفيتيز، انشطه الانسان، كان تكوز، لا يمكن ان تسبب تشينج ان ذا انفايرمنت، غلط، ده بتسبب هابيتت، طبعا تشينجز ان ذا انفايرمنت يعني تغيرات في البيئه. هابيتت ريستوريشن، اعاده بناء الموطن من جديد، مينز، ده معناه ريتيرنينج هابيتت بيك، رجوع او استرجاع الموطن من جديد تو اتس اس اولاد ناتشورال ستيت، to its natural state، رجوع الموطن الى حالته الطبيعيه before harm was done، قبل ما يتاذي، قبل ما يتضر، قبل ما يتلوث. فاهمين يا اولاد؟ يبقى ده عباره ترو. 3، people shouldn't throw plastic، يجب على الناس ان هم ما يرموش البلاستيك ويست، نفايات البلاستيك انتو ذا سي، طبعا shouldn't، يجب الا نرمي، نلقي بمنتجات البلاستيك، يجب ألا نلقي بمنتجات البلاستيك في البحر. الإجابة ترو. بكده خلصنا درس كل أولاد، أتمنى أن أنتوا تكونوا فهمتوا واستفدتوا. ربنا معاكم يا محترمين، وربنا وفقكم، ومن نجاح إلى نجاح إن شاء الله.